السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. النهاردة هكلمكم على الستول أناليسيس أو تحليل البراز الكامل. طبعا الستول أناليسيس في ثلاث حاجات المفروض بتعملوا: physical examination, chemical examination, والميكروسكوبيك examination. طبعا بالنسبة لأول جزء اللي هو الphysical examination، أول حاجة بنشوف الستول. طبعا الستول composition هنتكلم عليه، يعني ايه ستول. الستول طبعا هو ثلاث ارباع water والربع منه solid substances. السوليد سبستانسز دي بقى بتكون عبارة عن ايه؟ undigested food، كمان food unabsorbed، احيانا كمان بيكون عبارة عن افرازات للميوكس من الامعاء، او وكمان بيحتوي على البايل بيجمنتس وسولتس وشوية بكتيريا وانورجانيك سبستانسز بالاضافة للإبيثيليال سيل والليوكوسايتس. طيب دلوقتي اول ما الستولز بيجي عندي المعمل، المفروض اول حاجة قبل ما اعمل له كولكشن او كولكتنج، في شوية حاجات لازم نعرفها. ان اولا ان احنا البيشن اللي جاي ده لازم اول ما يجي نقول له قبل 48 ساعة حضرتك تتوقف كل الحاجات، المينرال اويلز اللي حضرتك بتاخدها، كل الانتي دايريال يعني بياخد حاجات ادوية فيها مسهلات او كده لازم تقف، كل الانتي بايوتكس اللي بياخدها لازم يوقفها، اي ايرن سبلمنتد بياخده، يعني لو بياخد مالتي فيتامينز في حديد او اي حاجة، خاصة في تحليل الاوكلت بلاد تيست لازم يوقف الحديد. طيب دلوقتي احنا جمعنا الستولز، عرفنا ايه هو الستولز بيتكون من ايه. هنتكلم على السامبل، احنا المفروض نجمع كام سامبل من البيشن. المفروض ان احنا نجمع التكست بوك بتقول 3 سامبل should be a taking في 10 ايام، ده الستول اكزامينيشن، وخاصة بقى لو كان في بروتوزوا او اي حاجة احنا يعني شاكين فيها لازم ان احنا ناخد على الاقل 3 مرات ستول. طيب ايه انسب وسيلة نحفظ فيها الستول دي لو ما عملناش فيها ديتكشن على طول؟ ان احنا نحفظها في فورمالين، بس في شرط معين. الفورمالين بيعمل ايه؟ بيقتل البكتيريا والبروتوزوا والهيلمنسز، ولكن هو بيقتل البكتيريا ولكن بيحفظ ايه؟ البروتوزوا والهيلمنسز، ولكن بيحصلها ايه؟ يعني بيحتفظ بيها كيلد اون، ما بيبقاش فيها حركه. فبالتالي الحالة الوحيدة لو احنا ما بنفحص الاميبا او الانتاميبا هيستوريتيكا او whatever لو الاميبيوزس، المفروض دي لازم تستخدم الستول فريش ولازم يتفحص على طول، لان البروتوزوا بتاعته او التروفوزويد بتاعته بيموت على طول. فلازم اول ما بيدخل المعمل، بالذات اللي هو مشكوك فيه ان هو ممكن يكون عنده اميبا، لازم ان احنا نفحص العينة على طول. طيب ايه الفحص الفيزيائي للعينة؟ الفحص الفيزيائي للستولز بنفحص فيه الكولر، بنفحص فيه الكونستانسي بتاع الستول، بنفحص فيه الفوليوم، بنفحص فيه الميوكس، بنفحص فيه الهيرمانسيس، وبنفحص فيه بلود. تمام، هنتكلم على كل حاجة على حدة. اول حاجة الفوليوم بتاع الستولز المفروض النورمال يبقى من 150 ميلي جرام ل 200 ميلي جرام اداي. لو زادت عن كده يبقى ده في عنده طبعا ستيريوريا او عنده دايريا، او هنلاقي ان العينة فيها اندايجيشن، فيها كربوهيدرات كتير. فده النورمال، ال 150 لل 200 ميلي جرام. طبعا الكولر جرين كولر يعني undigested food، من ايه؟ ان البيشن ده بياكل حاجات خضرة كتير. اللون الرصاصي معناه ان هو بياكل شوكولاتة كتير جدا و excessive كوكا. يعني الوايت كولر ده بقى في مشكلة كبيرة، ان البيشن ده عنده مشكلة في البايل بيجمنتس بالذات،
او البايل سولتس، فلازم ان هو يتكتب. لو لقينا لون احمر كتير في بلود، معنى كده ان العينه ده في مشكله، لا اما عنده ألسر او كانسر او whatever. اللون الاصفر قوي ده دليل على ان شكله اويلي شويه او كان في دهون، ده دليل ان في الدهون دي لم تمتص ودي مشكله. اما اللون الاسود لا اما يكون دم طبعا بقاله فتره، او درايد يعني جاف، او يكون عباره عن اير. بعد كده ان شاء الله هنتكلم على الشيب، الشيب او الكونستنسي. الكونستنسي بتاع اول حاجه، اول تايب فيه اللي هو الهارد لامب او السيبريتد هارد لامب، هو بيبقى عامل زي شبه الجزء او المكسرات كده، منفصل، وحدات منفصله، وده بسبب الامساك. تاني تايب هو بيبقى عامل زي السوسيت شيب او زي السوسيس كده، وبيكون يعني شويه يعني طبعا بيبقى فيه ووتر كونتنت شويه عن التايب 1. تاني تايب اللي هو لايك سوسج بط، في كراكس بقى، تحس ان هو زي ما تكون في تكسير كده فيه، ده طبعا نتيجه برضو ان هو ما فيش ووتر كونتنت كويس فيه. رابع شيب بقى، وهو ده يعتبر الشيب النورمال، اللي هو بيكون لايك السوسيس كده ولكن سموز وسوفت، ده الطيب النورمال. بعد كده خامس شيب سوفت بلوبس with clear cut edges، بيكون هو عبارة عن طري كده بس طبعا منفصل على عن بعضه، يعني في شوية ووتري كونتنت اكتر شوية، ده طبعا اسمه طيب سوفت. طيب سكس ده طبعا fully pieces with regardless edge و mushy stool، بيكون طبعا عامل ايه زي دائرية كده كأنه حاجة مسهلة او اسهال، ده طبعا ولكن في شوية حروف متعرجة او شيب كده الشكل فيه غير منتظم. سابع طيب بقى اللي هو الووتري، ده بيكون كله بقى مية كده، اللي هو مفهوش اي solid pieces، مفهوش اي حاجة ماسكة بعضها، ويبقى اسهال، وده اكتر يمكن في الحالات اللي فيها الاميبيوزس او الانتاميبا هيستراتيكا، ممكن بيبقى فيه فرصة اكتر ان احنا بنلاقيه في التايب 7. البي اتش بتاع الستور المفروض بيبقى نيوترال، وده نتيجة طبعا بتعتمد على البكتيريا الفيرمنتيشن او تخمر البكتيريا في البول. لو ظهر بقى الكلاين يبقى معنى كده ان في بروتين كتير انجشن، لو كان اسيدك يبقى في كربوهيدرات انجشن كتير. بعد كده هنبدأ نتكلم على الميوكس. الميوكس لو كان كمية قليلة من الميوسين فده يعتبر نورمال، جاية من الجاد، انما لو كانت الكمية اكتر من الميوكس شايفينها في الستول يبقى ده في عدوى في الامعاء، اللي هو infection of intestine. طيب لو كان بقى لقينا ان في الفيس او الستول ده كمية صغيرة جدا، كمية براز صغيرة، وكان كل الموجود عبارة عن ميوكوس معاه شوية بلاد، يبقى المشكلة فين؟ يبقى ده عنده لإما ديسونتاريا لإما كولايتس اللي هو التهاب في القولون. تمام. بعد كده هنتكلم على البلاد. لو لقينا بلاد موجود في فورم الستول، يعني الستول ممسوك القوام او تقيل، ده معنى كده ان في شرخ او ليجن موجود في القولون، او شرخ في فتحة الشرج او في الركتم او في المستقيم. لو كان ليكويد ستول، يعني الستول ده شوية سائل مع الدم فيه فاتح اللون ومعاه بصه ميوكس، يبقى معنى كده ان في ألسر، يعني قرحة او ديسونتاريا، نتيجة طبعا بفعل اي بكتيريا مثلا زي زي طبعا الاميبويك وكده. سيبي فورميد يعني قوام غير متماسك قوي،
ومعاه لون اسود من البلاد يبقى فيه ميلينا. الميلينا دي اللي هو وجود ألسر او قرحة في مكان عالي جدا في مثلا في المعدة او كده، وعلى ما بينزل بقى اتحول للون الاسود، او ان حصل برضو لو كان لوز ستول يعني ستول خفيف القوام ومعاه الدم لونه شوية محمر يبقى ميلينا برضو، يعني في دم نازل من اي جزء في الجهاز الهضمي. اخر حاجة هتكلم عليها في الفحص الفيزيائي هو البص. من الطبيعي ان ما يبقاش فيه بص في العينة، ولو لقينا فيه بص في الدستور يبقى فيه او معاها بلاد ومعاها ميوكس، يبقى لا اما فيها قرح في الجهاز العظمي او ulcerative colitis او قرح في القولون، او بكتيريا اللي هو الديسونتاريا، او قرح نتيجة للكانسر اللي هو الالسريتيف كارسينوما. بعد كده طريقة تحضير السلايد بطريقة الدايركت ميثود. الدايركت ميثود ان احنا بنحط اول حاجة السلايد وبنحط نقطة سلاين، وبعد كده بنجيب جزء من الستول وبنميكس كويس جدا، وبعد كده بنحط الكفر سليب. وخاصة الطريقة دي بتنفع في الووتري اللي هو شاكين ممكن يكون عندها بكتيريا او ديسونتاريا او اميبا يعني. بعد كده الطريقة اللي بنستخدم فيها الايودين ان احنا بنجيب الجزء من الستول بنحط نقطة ايودين وصلاين وميكس ويل من غير ما يحصل اير بابل للعينة، وبعد كده بنحط عليها الكفر سلاب. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وسبسكرايبنج للقناة عشان توصل لأكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد. بشكركم جداً.